أهلا بكم. أزمة سياسية يواجهها البرلمان الليبي الجديد إثر انعقاده في طبرق واختيار عقيل صالح رئيسا له. نعلن لشعبنا استنكارنا بشدة ورفضنا لاجتماع طبرق وكل ما ينتج عنه، ونعتبره انقلابا ضد ثورة 17 من فبراير المباركة، يقول الرافضون. انفجار الوضع واشتعال المعارك ومحاولة لتعطيل المسار الديمقراطي والإطاحة بالعملية السياسية يرد مؤيدو البرلمان ورئيسه. أما رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الله ثني فقد دعا البرلمان إلى اتخاذ قرارات واضحة وجريئة وقرارات قوية لاجتياز هذه المرحلة الصعبة على حد وصفه. فهل يستطيع المجلس القيام بذلك في ظل الخلاف بين أعضائه؟ وكيف سينعكس ذلك على إيجاد حكومة جديدة؟ وماذا عن التدهور الأمني وما مصير معركة عسكرية لم تحسم بعد بشكل نهائي؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها في برنامج حديث الساعة لليوم، ورافقكم أنا مكي هلال، وأرحب بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، كما أرحب بضيوفي. معنا في الاستوديو الدكتور محمد علي أحداش الأكاديمي الليبي، أهلا بك. نرحب أيضا من مانشستر بالدكتور عبد الله مبيع تامنا الباحث والأكاديمي الليبي، كما نرحب من ليدز بالأستاذ إسماعيل محيشي المحلل السياسي. أهلا بكم وبهم جميعا. وقبل أن نبدأ حوارنا هذا، دعونا نستعرض معا هذه التصريحات والآراء المختلفة والمتعلقة بالوضع في ليبيا. برلمان نرى أن فيه يعني أكثر من 90% أنهم هم ناس وطنيين بدرجة عالية جدا، ونعتقد أنهم هم من خلال تحاوري معهم أن عاقدين العزم على أن يستفيدوا من أخطاء المؤتمر الوطني وأن يذهبوا بليبيا إلى بر الأمان. والله القصف أكثر من أسبوعين، قصف بشكل عشوائي وبشكل متواصل 24 ساعة، يعني في الليل وفي النهار وفي الصبح وفي الظهرية، يعني بشكل متواصل. فالأطفال والنساء والشيوخ كلهم يعني في حالة قلق 24 ساعة يعني. طبعا هذا هو التحدي الكبير الذي يواجه مجلس النواب الجديد. من المؤسف أن هناك أعمال عسكرية الآن في طرابلس وبنغازي، واقتتال بين من كانوا يحملون السلاح وكانوا رفاقا في ثورة 17 فبراير. نحن نؤمن أن ليبيا مليئة بالقدرات، ونحن نعتزم حتى في هذه اللحظات العصيبة العمل بشكل وثيق مع أصدقائنا الليبيين للمساعدة في محاولة بناء حكومة تستطيع استعادة الاستقرار في هذا البلد. أيضا أطالب الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف إلى جانب الشعب الليبي وإلى شرعية البرلمان والحكومة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها ليبيا. التحديات التي تواجهها ليبيا يمكن حلها من خلال الليبيين أنفسهم، إلا أننا ملتزمون بالوقوف إلى جانبهم وهم يحاولون الوصول إلى ذلك. اهلا بكم من جديد. نبدا نقاشنا هذا من الاستوديو هنا مع ضيفي دكتور احداش. ابدا معك بتوطئه او قراءه ربما للحظه الليبيه الان. اين تقف ليبيا؟ حرب الاصطفاف انتهت ربما، المعركه العسكريه لم تحسم بعد بشكل نهائي، والمعركه السياسيه حسمت في جزء كبير منها رغم اعتراض المعترضين، اقصد البرلمان. ليبيا الان على مفترق طريق صعب. جميع الأطراف الفاعلة سواء كانوا في مجلس النواب أو خارجه يقفون أمام اختيارات صعبة جدا. إما أن يكون هناك استعداد لتنازلات وتنازلات صعبة ومرة، وإما أن يكون الإصرار على الاصطفاف والمزيد من الاصطفاف والتحشيد والتعبئة، وبالتالي ينفجر تماما. كذلك هناك المعركة السياسية في شقها والمعركة العسكرية في شقها الآخر، لم ينتهيا بعد. نعم، وكلاهما جولات من الجولات الصراع للأسف الشديد الذي كان لم يكن متوقعا أن يبدأ. يعني أنت لا تقر عفوا بمن يقول أن اللواء حفتر انهزم ومعركة الكرامة وضعت أوزارها؟
يعني عملية الكرامة الآن يعني غالبا انتهت يعني. نعم. ولكن في طرابلس لم ينتهي الأمر تماما، ولكن حتى لو انتهى هذا أو انتهت المعركة العسكرية من أي طرف، هذا لا يعني انتهاء الحرب ووضعت الحرب أوزارها وساق الجميع إلى تشكيل الدولة. على الأقل الغالب سيملي وسيمضي إلى الأمام. هناك من يقول أنه بالعكس وضعية اللا غالب واللا مغلوب هذه هي التي تؤرق ليبيا. في السابق كنا نظن أن توازن الرعب الموجود القوى عند الجميع كانت تدفعهم لأن يجلسوا إلى حوار وطني جاد وفاعل، لكن للأسف التوازن الرعب هذا انقلب إلى أن يكون نزيف دم، بحيث أن كل طرف يشعر أنه بإمكانه حسم المعركة لصالحه على الأرض، ثم بعد ذلك ينقلها إلى السياسة وبالتالي يبني شروطه، لكن لا هذا ولا ذاك يتم. لذلك بدأت بالقول أنه سوف يقدم الجميع على تنازلات مرة وصعبة، إما أن يقبلها لمصلحة الوطن وإما أن يصر على موقفه لكي يصطفى ولكي يحافظ على وجوده بين مجموعته أو قبيلته أو منطقته إلى آخره، وإما أن يمضي بهذا الإصرار على تمزيق ليبيا. وإما والمشهد الخارجي كذلك يلقي بظلاله، لأن مثلا المشهد التونسي مثلا تراجعوا وانسحبوا وتركوا المشهد إلى حد ما يعني. في مصر أيضا الجوار المصري، في مصر المشهد المصري خرج الذين قاموا بالثورة والذين فازوا بالانتخابات من المشهد إلى المشهد إلى ربما الزنازين وأحكام الإعدام. فالذي تابع الأحداث أين ستقف ليبيا بين هذا بين ذاك، مع ملاحظة وجود السلاح عند الجميع. كذلك الصراع نفسه مثلث الأضلاع. من صدف الجغرافيا أو مساوئها أو محاسنها لا ندري، ذكرت المشهد المصري والمشهد التونسي، أو لنقول السيناريو كما سيصار يسمى، التونسي والسيناريو المصري، أي سيناريوين ليبيا ستسلك؟ لن تسلك ليبيا إلا سيناريو خاص بها، كما كان في البداية عندما كان سيناريو الثورة كذا. ليبيا لها خصوصية معينة، ويجب الاعتراف بخصوصيات كل بلد و يعني جذوره التاريخية وموقع التحالفات القبلية ووفرة السلاح. كل هذه على الطاولة يجب أن تضع في الحسبان. لذلك قلت أن الجميع مقبل، إما أن يتنازلوا تنازلا مرا و يعطي الجميع يرتقي الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، وبالتالي يكون هناك نوع من التنازلات المتقابل، نوع من الخطاب الضمانات ويعني تهدئة، وإما أن ينساق الجميع نحو أتون الحرب. يعني سنرى أي هاتين الفرضيتين أرجح لدى ضيوفنا أيضا. أمضي معك من مانشستر دكتور عبد الله، أي الفرضيتين ترجح أنت؟ هل توافق على هذه القراءة المتفائلة أو النبوءة ربما المتفائلة شيئا ما؟ هل من يملك السلاح اليوم قادر أن يتنازل في ويعلي مصلحة الوطن العليا؟ تحية لك لضيوفك الكرام ولأسرة البرنامج. أعتقد الضيف المتحدث أجاز وبشكل دقيق أو نقل حقيقة الصورة التي هي في ليبيا، لكن في تصوري أن تخلص من 40 مليون قطعة سلاح و700 ألف مقاتل أو معد للقتال أو مهيئ أو متهيئ لأن يحمل سلاح ويقاتل في الشوارع، هذه تحتاج إلى استراتيجيات وسياسات وخطط معينة محلية. قبل أن نستقرأ المستقبل، عفوا دكتور، قراءتك أنت للحظة الراهنة، هذا المفترق الليبي الصعب، هل تراه قادر بالعبور أو العبور بليبيا إلى مرحلة أكثر أمانا ربما سياسيا؟ والله في تصوري أن رغم كل الشوائب والعوائق والاستنقاصات والأشياء التي سادت العملية الانتخابية برمتها والعملية السياسية، لكن نحن نريد أن نسلم جدلا أن التعامل مع ما هو واقع الآن أو المجلس النواب الذي الجديد المنتخب حديثة. نعم أقصد الجديد. بالتالي ليس هناك مبرر لمدينة ما أو قوة جهوية ما أو قوة إيديولوجية ما أن تقف أمام هذا السلم أو هذا الجسم السياسي الجديد، إذ ما اتفقنا نحن كل الليبيين في الداخل والخارج أن هذا البرلمان الجديد هو الذي سيفتح نافذة الأمن والأمان والسلام، وذلك من باب أنه يذهب إلى الاستحقاقات التاريخية له مباشرة
دون التضليل والتسويف والتعطيل. يعني أنت ضد اعتراض المعترضين على جلسة طبرق الشهيرة هذه والتمسك بالإعلان الدستوري والنصوص القانونية وجلسة التسليم والتسلم وموقف بوسهمين وسواه؟ في تصور أن مجلس النواب هلو؟ معك نعم أنت على الهواء. في تصور أن مجلس النواب رغم كل الأخطاء التي سبقت العملية الانتخابية وعدم وجود حوالي ثلث الشعب الليبي فيها اللي هم المهاجرين والنازحين والمعتقلين ولدينا حقائق ومستندات وأرقام ورأي منظمات في هذا الموضوع، ولكن سنسلم جدلا نحن من نظرية التفاعل والاستشراق المستقبل أن جلسة طبرق في مدينة طبرق هي قفزة تاريخية للليبيين الذين يتطلعون لتسوية خلافاتهم من خلال مصالحة وطنية حقيقية من خلال دمج كل الليبيين في العملية السياسية من خلال اختيار حكومة كفاءات ليست حكومة جهوية أو قبلية أو ميليشوية أو أيديولوجية. هذه الحكومة ينبغي أن تكون هي من خلة ومن نخبة الشباب القادر. سنأتي إلى أمر الحكومة فيما بعد لأن موضوع الاصطفاف فيها موجود والمحاصصة والتقسيمات وإمكانية تشكيلها أصلا محل نظر وتحت محك حقيقي. الآن أسأل سيد إسماعيل من ليدز، اجتماع طبرق هل تعتبره مرحلة ونقطة مضيئة وفاصلة أو يمكن أن تكون فاصلة في هذه اللحظة الليبية الحرجة والسلاح ما يزال مكدس والمقاتلون كذلك؟ هو في الحقيقة في البداية علينا توصيف الوضع في ليبيا. المرحلة هذه الآن دخلنا المرحلة الثالثة، المرحلة الانتقالية، أي بناء أنه ليس هناك شيء حدث في ليبيا جديد. مرحلة انتقالية ثالثة، مرحلة معقدة، مرحلة مؤقتة ومحصورة بوقت وبمهام معينة وفي ظروف صعبة جدا. الذي حدث أن السيد حفتر الانقلابي عندما بدأ في قصف المدنيين والأطفال في مدينة بنغازي وانتقلت مواجهة كتائب التي تتبع السيد خليفة حفتر مع التوار في مدينة بنغازي وانتصروا التوار في مدينة بنغازي. لا عفوا، لا نريد لطرف أن يحتكر توصيف الثوار، لأنه منطق الثورة والثورة المضادة لو جاء أحد من مناصري حفتر سيقول لك احنا ثوار أيضا، فشرعية الثورية هذه نترك على جنب. ثمة خلاف سياسي وعسكري وسقط المدنيون والأطفال من هذه الجهة ومن تلك الجهة أيضا في قصف هذه الجهة وقصف تلك. تفضل. لكن أنا أتفق معك، لكن في نقطة مهمة أن حفتر بدأ يقصف في المدنيين بالطائرات، كيف الوضع تغير إلى مشهد آخر؟ السيد خليفة حفتر عندما أعلن إيقافه من الإعلان الدستوري وتشكيل مجلس عسكري، الوضع أخذ مشهد عسكري آخر، مواجهة مع ثمة في طرابلس أيضا مجلس ثوار ليبيا ومجلس والهيئة الشورى في بنغازي، كل يشكل مجلس على هواه ويلصقه ويدمغه بهذا الطابع الثوري. نعم تفضل. عندما خرجت ما يقارب أكثر من 40 مجلس بلدي في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، هذه مجالس منتخبة تندد ما قام به السيد خليفة حفتر وتندد حتى بمجلس النواب المنعقد الجديد في طبرق. إذن أصبحنا نحن أمام إرباك مشهد قانوني من الناحية القانونية، مشهد إرباك حتى من المرحلة. لكن عفوا، من ندد بجلسة طبرق الشهيرة هم أعداء حفتر وليس حلفائه، أليس كذلك؟ يوجد الآن يكثر ما يقارب 40 مجلس بلدي في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى تندد بما قام به السيد خليفة حفتر من انتهاك لحقوق الإنسان. يا سيدي، موضوعنا ليس السيد حفتر، هذه الجلسة في طبرق كيف تراها أنت وهل هي لحظة فاصلة؟ هو في الحقيقة موضوع مجلس النواب حال إلى دائرة المحكمة الدستورية في المحكمة العليا وسيبت فيها في خلال الأسبوعين القادم حسب ما تم الإعلان عليه في وسائل الإعلام بخصوص. لكن أنا أتوقع أنه سيتم توافق الآن في مجلس النواب، لأن ليس حل في المشهد الليبي لابد أن أعضاء المؤتمر أعضاء مجلس النواب يتوافقوا على 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 وضع مهام معينة لهذه المرحلة. لكن عفوا، لديك قطع سلاح كثيرة ومسلحون، هل سيترك المسلحون للسياسيين مؤونة الحل ومسؤولية الحل؟ هو في الحقيقة في ليبيا هناك أكثر من ما يقارب من أكثر من 20 قطعة سلاح، لكن لكن مع ذلك تمت ما يقارب الآن أكثر من 5 عمليات فيها، تمت عمليات انتخابات في ليبيا شهدت تحول ديمقراطي في ليبيا لم تشهده في تاريخها من قبل، وكانت هناك مراقبين من حتى دوليين في هذا المشهد العملية الانتخابية. هي الإشكالية لحد الآن في ليبيا. الإشكالية في ليبيا نحن الآن نمر في مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة الانتقالية طال مداها، وهنا نحن هذه الإشكالية. لا يوجد دستور متفق عليه، وثيقة يكون متفق عليه من قبل الشعب الليبي حتى هناك إعلان دستوري.
الإعلان الدستوري شاهد فيه الكثير من الإرباك من حيث الفصل بين السلطات وغير ذلك، وهذه الإشكالية التي نعاني فيها الآن في ليبيا. ليبيا الآن طيب، لكن حتى رئيس الحكومة رحب بالبرلمان الجديد ودعاه للعمل ودعمه كاري في زيارة أثني لأمريكا. هناك غطاء دولي أيضا ورعاية دولية كأنه. دكتور تفضل. البيان المشترك الذي صدر قبل ساعات من مجموعة دول بإضافة عدد من الدول العربية يدعم غطاء عربي مجلس النواب الجديد. هي القصة أن هذه الخيارات الصعبة التي تقبل عليها الثوار ليبيا، ثوار ليبيا لا أقصد بالثوار الذين بالفعل قاموا وشاركوا بالفعل بأمانة وإخلاص، مقبلون على على امتحان صعب. هل هم سيتنازلون ويتراجعون خطوة إلى الوراء؟ هذا هو الإشكال. وفي المقابل من تعود بالسلاح والقوة هل يلقي بها اليوم؟ دعني أكمل الفكرة. نعم. لابد أن تصاحبها كذلك يعني مسؤولية تاريخية من مجلس النواب، بحيث أن يقدم ضمانات ويقدم ما يؤكد وما يرعى أن هؤلاء الثوار بالفعل مطالبهم والمشروعة سيعني. عفوا، جرت محاولات لدمجهم في الجيش في السابق ولم تنجح. هؤلاء تعودوا العمل الميليشيوي يقال لك، ويريدون أن يبقوا السلاح خارج سلطة وهيمنة الدولة. يعني دعنا نصف الجميع. يعني الثوار يقولون نحن قد تقدمنا بطلبات للانضمام للجيش، ولكن الحكومة هي التي عطلتنا وأخرتنا. يقال هذا أيضا. ويقال هذا ويقال ذاك، وهذا يحتاج إلى أمر بحث أيضا يعني. الذي لكن الذي ينبغي أن يكون أن مجلس النواب يرتقي لمستوى المسؤولية التاريخية، بحيث لا تكون المرحلة القادمة هي مرحلة انتقام وتصفية للثوار وعزلهم وتقطيع أوصالهم، وفي نفس الوقت يكون الثوار يتراجعون عن المشهد العسكري والمشهد السياسي، ولا يحاول فرض الآراء والقوانين بقوة السلاح. دكتور، لو سمحت لي دققت معك هذه النقطة. هناك من يقول أن اليد العليا هي اليد التي تحمل السلاح، وهي التي تفرض ما 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 ما, ما تشاء، وتدرك أبو سهمين اعتقل وحققت معه، وهذا ما يطلق كأنها جهاز مخابرات، والرجل عنده شرعية ورئيس مؤتمر وطني ونكل به في التحقيق. هذه الحادثة تحتاج إلى بحث آخر، لكن يعني حتى أقول لك أنه اللي عنده سلاح أقوى من السياسي، هذا هو المثال. هي أكبر من ذلك، هو أن هناك انفصام في المشهد الليبي. تجد يعني الذي يتكلم في مجلس النواب يعني غير الذي يفرض القانون والقرار في خارجه، والمشهد مرتبك تماما. لذلك يجب من الحذر والتحرك في أرض صحيحة حتى لا نفاجأ بألغام في المستقبل رحلها لنا المجلس الوطني والمؤتمر. وكذلك يرتقي المؤتمر عن مستوى المناكفات التي يعني غير مقبولة لا أخلاقيا ولا وطنيا التي رأيناها في المؤتمر السابق. لكن أيضا لذلك يجب أن يتفهم الثوار أنهم مرحلة الثورة شيء ومرحلة بناء الدولة شيء. نعم. آخر. كذلك إذا مضى الحال على ما هو عليه، وربما سيكون الأمر مرشح إذا انحدر الأمر. نعم. إلى أسوأ، فسوف يستقبل عناصر النظام السابق الذين كانوا ضد الثورة، يستقبلون بالورود والنجاح، لأن الناس تبحث عن أمن. نعم. ولذلك رأينا الترحيب عن أمن، لكن العمليات العسكرية لا نستعرضها نحن بجدية. هناك من يقول لماذا لا نفكك الأمر بمنتهى البساطة وبمنتهى الصراحة؟ يا سيد الكريم، في ليبيا يتصارع مشروعان الآن، هناك من يتبنى هذا الرأي، مشروع إسلامي ومشروع ليبرالي، لا أكثر. لا تقول لي حفتر، لا قبائل لهم يحزنون، هذا الأمر بهذه القطبية الثنائية. دائما اللسان يحب بصراحة التبسيط، لكن القصة أنها كما ذكرت لك الفاتنة الكلام هو مثلث الأضلاع. كل يعني تكتل يوجد فيه الجهوية، ويوجد فيه التوجهات الفكرية. نعم. بل يوجد حتى في لو فككت حتى كل يعني تركيبة ستجد يعني داخلها شيء عجيب يعني من التراكمات، وهذا يعني ليدلك على المرحلة. هذه مرحلة مضطربة جدا، وذلك لن نفاجأ الآن بانضمام وانسحاب قوى. نعم. يعني أنت تسير في ليبيا حيث الرمال المتحركة، هي رمال متحركة. لذلك فعلا يجب هؤلاء الجميع الذين يقدرون على يعني تنفيذ أو على الحوار، يجب أن يشترك هذا الحوار حوار مجتمعي صحيح. نعم. مبني على المصلحة الوطنية العليا، بحيث يقدم الجميع تنازلات ويقدم الجميع ضمانات بحيث تسير البلد. لكن الواقع القريب قد يكذب تفاؤلنا هذا مرة أخرى. أذهب لدكتور عبد الله. المشهد الليبي كما وصفه دكتور أحداش منذ قليل رمال متحركة، أزيد عليها أنا ساخنة، هل يمكن فعل المشي على رمال متحركة وساخنة وفيها أسلحة وفي خلافات مناطقية وعرقية وقبلية وجماع هائل وخصوصية ليبية ربما في تعقيد المشهد؟
هل هذه القطبية الثنائية ما بين مشروع ليبرالي ومشروع إسلامي موجودة أم هي من قبيل المغالاة والغلو؟ والله هي موجودة، لكن دعني أشخص الوضع أكثر دقة. أن النتيجة التي ظهرت في تأييد المجتمع الدولي ودول الجوار والحث نحو دفع بليبيا للاستقرار هو من مصلحة الجميع، لأن ليبيا تتمتع بموقع جغرافي و في النصف الثاني سنخصصه لمسؤولية المجتمع الدولي ومساعدة دول الجوار. حدثني عن الليبيين فيما بينهم وما هم فيه يختصمون الآن. الليبيين في اعتقادي مجلس النواب المنعقد في طبرق إذا أضفى الصفة الشرعية للعمل الاجتماعي لمجلس القبائل الليبية وأسند إليه مهمة المصالحة الاجتماعية والتصالحة أو العلاقات التصالحية بالصراعات الإثنية وغيرها، وأسس إلى مجلس الأعلى للقوات المسلحة الليبية وبقيادة عسكرية، ولا بأس أن أي مواطن ليبي، أي مواطن بغض النظر ثائر ولا غير ثائر، حتى دكتور بيتنحى عن لكن قد يتهمك البعض دكتور هنا بالتصريح المخل أو تبسيط للأمر. أنت تنسى عندك أنصار الشريعة مصنف تنظيم إرهابي في لدى واشنطن. نعم، وقوى دولية. عندك مجاميع مسلحة ومعسكرات تجند الشباب وترسل بهم إلى سوريا أو يعودون من سوريا. الأمور على غاية من التعقيد عسكريا. أنا أقصد هنا عندما يتنظم الإطار التشريعي والإطار التنفيذي والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وتصبح هناك ضوابط وقيود للمؤسسة العسكرية في طريقة الانخراط فيها والاندماج إليها والتخرج منها وتولي مسؤوليات تنفيذية وعسكرية في البلد، لن يكون هناك مجال لأي مجتهد أن يكون له نصيب في اجتهاده، أي بمعنى لن تكون هناك ميليشيات ولن يكون هناك خارجي على القانون. الآن الخروج عن القانون الذي نشاهده هو من عجز الدولة وضعفها وعجز مؤسسات الدولة. كيف ستصبح الدولة قوية بين عشية وضحاها هكذا وينضبط هؤلاء الميليشيات؟ وهذا ما قلناه، نحن علينا التسليم كلنا الليبيين بدون تطرف، حتى المؤيدين للنظام السابق وفي الخارج يؤيدوا هذا المجلس البرلمان الجديد ويحثوه على أنه يسن التشريعات الموضوعية المعتدلة التي تكفي الحياة كريمة لكل الليبيين، يلغي تلك القوانين التهميشية والإقصائية، يعدل القوانين التي تحتاج تعديل مثل قانون العدالة الانتقالية حتى تصبح عدالة صالحية، يلغي قانون العزل السياسي لأنه مهمش نصف مليون ليبي، ثم يأتي لحكومة الكفاءات، ثم لإنشاء مجلس عسكري أعلى تقوده القوات المسلحة المتخرجة من المؤسسة العسكرية، وتولي الضباط الأمن قيادة العملية الأمنية في ليبيا، يرجع المهاجرين، يفرج عن المعتقلين. لكن ليس حتى هناك من جيش أو قوى شرطية، الأمر ربما نظريا قد يبدو سهلا. أعود إليك سيد إسماعيل، أنت كيف تراها المرحلة الأسهل ربما لحسم وكسر هذه القطبية الحادة وربما وقف مفعول السلاح والمسلحين، بقرار دولي بتدخل دولي أم بقرار ليبيا، أم كيف ذلك؟ هو في الحقيقة مجلس النواب هذا مجلس تشريعي وليس مجلس تنفيذي، له مهام معينة وله توقيت معين. نعم. ونعتبر نحن الآن في مرحلة انتقالية أخرى، أي بمعنى لا نستطيع أن نطلب من مجلس النواب، هذا مجلس من النواب منتخب ومتفق أني على الانتخابات ولا عندنا إشكالية في انتخاب. الإشكالية الذي حدث في مجلس النواب هو عملية الاستلام والتسليم، وهذا يعتبر إطار كان بسيط جدا. هذا أمر شكلي ربما. كان أمر شكلي، لكن أصبح الآن إشكالية قانونية حدثت وإرباك قانوني. مضطر لمقاطعتك سيد إسماعيل، مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمناقشة موضوعنا هذا، لا تذهبوا بعيدا وإن ذهبتم عودوا. الدنيا كانت زحمة والمي مقطوعة، مش معقول لهالدرجة. خلينا نرجع للموضوع من الأول. نوافقك الرأي. شو هالعيشة؟ شو كل هاد؟ من شوي حصلت انفجارات. شو كل هالديمقراطية؟ دنيانا على شاشة بي بي سي. الثقافة والأدب والفن لكل الناس، آفاقها واسعة تشمل الجميع. في برنامج آفاق نترقبها. في عنا سلاح نعتز فيه بهالبلد هو الفن والثقافة والحضارة. نغطيها. هذه أول دار أوبرا يبنيها حاكم منذ عهد الملك لودفيك. وننقل قصصها إليكم. هذه سيارة إنجليزية خرجت معايا من عام 1964. آفاق يصحبكم في آفاق الأدب. وها هي الحياة باردة
الفن المنحوتي اسمه مسار الخط اللي له لا بدايه ولا نهايه. الموسيقى احيانا المغنيه بتقول شيء والعود بيمشي معها لحاله. والمسرح رافقونا في جولاتنا في افاق هذا العالم. أهلا بكم من جديد. نستأنف نقاشنا بفتح ملف المجتمع الدولي ومسؤولية الأطراف المعنية وحتى دول الجوار في حل المسألة الليبية أو على الأقل حل حالتها. أسألك دكتور محمد علي، أولا مسؤولية المجتمع الدولي، حلف الناتو أسقط القذافي، يجب أن نقول عليه مسؤولية أخلاقية وسياسية، الأمم المتحدة، الهيئات الراعية، أصدقاء ليبيا، مؤتمر دولي، لما لا حوار وطني في تونس أو في مصر، كل هذه السيناريوهات واردة؟ دعنا نبدأ بالتصحيح، المجتمع الدولي ساعد على إسقاط القذافي. ساعد. نعم. ولولا طائرات الناتو لن يسقط القذافي. حتى نكون دقيقين. هذا ما يقوله البعض. لكن الثورة بدأت من الشعب. طبعاً. حتى لا نظلم الشعب طبعاً. كله. لكن نعيد المسألة، ليبيا لا تعيش في فراغ. نعم. تعيش في جو دولي خطير. وليبيا دولة نفطية أيضاً. يعني موقعها الاستراتيجي والجغرافي وثرواتها. نعم. وأرصدتها والآخري، كل ذلك يجعلها يعني محط أنظار. طيب المجتمع الدولي لم يتخلى، هو تأسيس ليبيا كان عن طريق قرار المتحدة. كيف لم يتخلى؟ الليبيين قتلوا في بعض اليوم بالسلاح، كيف لم يتخلى المجتمع الدولي؟ أي كلهم يسحبون بعثاتهم الدبلوماسية ويغادرون بسرعة. لا أقصد بالتخلي معناها أن هذا تركها ولا يعود إليها، لكنه يريد يترقب. دعنا نبدأ من آخر حدث الآن. نعم. وهو صدور البيان المشترك، لاحظ فيه أن يحدد ويخاطب، لا يخاطب، يخاطب الليبيين كأنه لا وجود أحد. نعم. للشيء آخر غير الليبيين، ليس هناك حكومة وليس هناك مخاطب الليبيين مباشرة، يقول لهم هذا هو مجلسكم وهذا هو الخيار الذي يجب أن تسلكوه. معناها هل هناك شيء آخر إذا لم يسلك الثوار ويتجنبوا هذا المزلق بحيث يوجدوا شيء مبرر؟ الثوار ربما صارت لفظة مطاطة، عفوا لنقل المسلحين، لأن كل يدعي طهرانية وطهرا ثوريا الآن، ولا نستطيع أن نحسم الأمر، لنقل المسلحين. أنا عندما أطلق كلمة الثوار لا أقصد بها جميع من حمل السلاح، أطلق الثوار على الذين رفعوا السلاح. كيف نميز؟ وقاتلوا القذافي في إبان الثورة، ليس الذين انضموا بعد سقوط القذافي أو شكلوا ميليشيا. أيضا هناك من قاتل القذافي وصار ميليشياويا فيما بعد، هذا موجود. هؤلاء هم الذين يخاطبون بهذا الحديث، وهم الذين يعني تنطبق عليهم مسؤولية تاريخية، لأنهم هم الذين اتخذوا هذا القرار ويجب عليهم أن يتحملوا مسؤوليته. إما أن يقبلوا بهذه التنازلات المرة والمحمية بغطاء دولي. الآن تحذير وتوجيه ربما يكون خطوة القادمة أكثر من ذلك، تدخل عسكري. يعني لما لو صارت ليبيا موئلا للإرهاب الدولي وهي تعوم على بحيرة نفطية، تجربة اليمن لن يسمح المجتمع الدولي، ليس كذلك؟ دعني أكمل هذه. تجربة اليمن ليست بعيدة، عندما اليمن ليس فيها نفط، عفوا دعنا نقارن ما يقارن، اليمن مختلفة القصة. إذا نقصد بالآليات التي تستخدمها المجتمع الدولي لإلزام الفرقاء بنتائج الحوار، عندما يمنعون من السفر، تجمد أرصدتهم، يلاحقون دوليا، هذا كله وارد للثوار الليبي أو لغيرهم، يعني هذا النموذج قد يحتذى. كذلك على مجلس النواب ألا يضغط الثوار في زاوية بحيث يصدر من القرارات أو يلغي من القرارات ما يفجر الوضع ويجعل يعني يقول كأنه يفقدون العملية الديمقراطية والإيمان بها من هنا وتنازلات من هناك. لابد أن يكون هناك تنازلات منضبطة تراعي مصلحة الدولة قبل مصالح. لكن عندما نشاهد مثلا نائبا يقول أننا أريد مثلا شيء معين وإذا لم يتحقق يعني سيخرج، هذا يعني كأنه لا يؤمن بالعملية الديمقراطية. نعم. وكأنه لديه جناح عسكري، إذا لم يحقق هذا المطلب من هذا سيحققه بالطريقة الأخرى، وبالتالي يفجر الأوضاع وتنزلق تماما الحرب الأهلية. نعم. مضطر أن أسأل سيد إسماعيل هذه المرة، قادرون الليبيون على تقديم هذه التنازلات التي ذكرها دكتور أحداش، يعني المسلحين أو السياسيين من الطرفين أقصد، هذا وارد أم هي رؤية موغلة في التفاؤل ربما؟ هو
في الحقيقة عندما انبثقت ثورة 17 فبراير خرج المجلس الانتقالي في أسابيع، والليبيين تجمعوا على المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي وانتقلت هذه المرحلة. إذا الليبيين أو التوار بصفة عامة هم من يؤيدوا الشرعية الدستورية وشرعية صندوق الانتخابات، وليس في اختلاف للأسف في ليبيا، يعني ليس عندنا اختلاف في صندوق الانتخابات أو من يحكم. بالعكس تلقى الآن عضو في مجلس النواب تحصل على 500 صوت وأصبح الآن عضو في مجلس النواب في ليبيا، أي بمعنى العملية هي للأسف عدم وجود خريطة، عدم وجود ميثاق يتمثل. لكن عندك أنت تبسط كثيرا سيد إسماعيل، عندك مسلحين في الشارع يفسدون وينغصون على الناس حياتهم، عندك أنصار الشريعة ومجاميع مسلحة أخرى تنشط وتدرب ولديها معسكرات تدريب هناك، البعض يرشح ليبيا يا سيد الكريم لأن تصبح بؤرة التوتر والإرهاب العالمي في شمال إفريقيا. صحيح. هذا كل تنساه وتقولي المشكلة سياسية ومجلس مش عارف. أنا في الحقيقة لا أدافع عن أنصار الشريعة، لكن التقيت ببعض القادة في أنصار الشريعة. أنصار الشريعة ليست هم مجموعة إرهابية وليس هناك دليل قانوني على أن أنصار. عن التصنيف الدولي الآن هو أو التصنيف الأمريكي. أخي الكريم الآن الحكومة المصرية تصنف حماس أنها جماعة إرهابية، وهناك دول ليس عربية ولا إسلامية تصنف إسرائيل دولة إرهابية. لا لكن ثم مقتل السفير الأمريكي وثمة أحداث ليس هكذا من فراغ. يا أخي الكريم السفير قتل السفير الأمريكي إلى حد الآن كل التحقيقات في الإدارة الأمريكية لم تبت من هو من هي. لماذا اعتقلوا الليبي مؤخرا ورحلوه إلى سجون أمريكية إذا لم يكن ضالعا وهو ناشط عن القتل؟ لكن ليس هناك إثبات قانوني إلى حد الآن، ليس هناك تحقيقات خرجت للإعلام في خصوص أنصار الشريعة في ليبيا. ليس موضوعنا هذا، لكن أنصار الشريعة جزء من المشهد وجزء ربما يربك الأوراق أكثر، هكذا يقول البعض، وربما يكون هم الحل وليس المشكلة. والإسلاميين والإخوان يتحالفون معهم حينما اشتدت المعركة مع حفتر أو شق من العلمانيين، ما رأيك؟ يا أخي الكريم هو في الحقيقة الليبيين كلنا مسلمين نحن. لا نتحدث عن إسلاميين ليس مسلمين، كلنا مسلمين طبعا. لكن 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 الإسلام السياسي قصد. هو في الحقيقة في ليبيا والله صدقني ليس هناك لا تيار إسلامي لا تيار ليبرالي، وأنا متخصص في هذه الدراسات. أنا لم أشاهد تيار له خريطة على وضح الأرض يضع استراتيجية معينة للمشهد في ليبيا سواء كان يعني أنصار الشريعة ليسوا إرهابيين وليس هناك من إسلام سياسي في ليبيا، وأنت مختص في الموضوع. لا أنا عندما أشوف المعطيات ليس هناك إثبات قانوني أو إثبات واقعي أن جماعة أنصار الشريعة في ليبيا، لأن يختلف أنصار الشريعة في تونس، الحكومة التونسية أشارت أن أنصار الشريعة يعني في تونس. أبو عياض التونسي فار إلى هناك، والكثير يرحل إلى سوريا من ليبيا عبر تركيا، وهذه قصة ليست سرا نذيعه معروفة يعني. لكن هل هناك دكتور نتفق معك، لكن هل هناك إثبات قانوني؟ ألا لا أريد لسنا في محكمة الآن حتى نبحث عن الإثباتات. سيد أحداش لديك تعقيب، رأيتك تبتسم بعد ما قيل يعني، لديك ما تضيف؟ نعم في قصة مجلس النواب يعني إذا اتبع المجلس النواب ما سبقه من المؤتمر الوطني عند السابق عندما كان أول جلساته يتساءل عن مرتبات أعضائها. نعم. لم يرتقوا إلى مستوى يعني كأنه يعني. هذا هو الهم إذا لم يرتقوا إلى المسؤولية التاريخية، وأن البلد مهدد بالتدخل الأجنبي، بل مهدد. رأينا نحن كيف قامت القوات الأمريكية اختطاف عدد من القادة، قد يحصل هذا حتى للثوار. لا لنكون أمناء أيضا دكتور، مهددة بالتدخل الدولي نعم، لكن مهددة أيضا بالإرهاب، هذا يجب أن نقوله. نعم الإرهاب هو الذي يجلب التدخل الدولي، وكأن ليبيا يعني تفتح أبوابها وتفكك حدودها، ويقال للدول الساحل والصحراء يقال لهؤلاء العابري الحدود يقول هذا هو المكان المرتع الآمن لكم اذهبوا إلى ليبيا حتى هذا هذه أصبحت يعني تهمة يعني وسبب مبرر للتدخل الدولي. ورأينا ما قاله عمر موسى، ورأينا حشد القوات في على غرب ليبيا إلى آخره، فالمشهد خطير يعني. الثوار أقصد كما أعنيه أنا الثوار الذي يقاوم بالثورة وتحمل المسؤولية التاريخية ضد القذافي، كذلك المجلس النواب الذين ارتخبهم الشعب يجب أن يرتقي المسؤولين. نعم. ولا فالخطر لن يستثني أحدا يعني. دعنا في الجوانب الخارجية فقط للأمانة يجب أن نقول أنه في مصر ينظر إلى ليبيا، وفي تونس أيضا يخشى على المسار الانتقالي هناك من ليبيا، وينظرون بعيون ربما
مدققة لما يجري في ليبيا. أسأل دكتور عبد الله، الجانب الدولي أو المجتمع الدولي ما دعم إمكانية تدخله في وقف الإرهاب أو مشروع خلق نواة للإرهاب الدولي في ليبيا تكون مركزا في شمال إفريقيا؟ هذا وارد، قد يزيد من تدهور الأمور. هل من سبيل أوضح بالنسبة إليك لتدخل المجتمع الدولي في كامل هيئاته ودوله المعنية؟ أنا بقول أربع نقاط رئاسية، واسمح لي أخ مكي يعطيني الوقت الكافي. تفضل. النقطة الأولى أن في ليبيا الصراع الآن بين معسكرين، معسكر القوة الوطنية المعتدلة التي تريد دولة مؤسسة القانون، ومعسكر الإسلاميين ومدينة ما تقود هذا ما رفضه السيد إسماعيل منذ قليل، يرفض أو يقبل هذه الحقيقة بعينها. اثنين، اليوم السلطات التونسية ألقت القبض على السيد بن رابح الإرهابي في جماعة أنصار الشريعة الذي يريد أن يتسلل إلى الحدود الليبية. ما رأيناه في مؤتمر دولي، يريد أن يتسلل إلى ليبيا، إلى ليبيا. من الحدود التونسية. نعم. اليوم ما دعا الأيام القليلة القادمة الدول الجوار في قلق وريبة، والدعوة إلى مؤتمر إقليمي في تونس الماضي، والأيام القادمة سيكون في مصر. مصر. وهناك مؤتمر إقليمي ستكون السعودية والإمارات وبعض الدول التي تسعى إلى إعادة الاستقرار في المنطقة العربية. في هذا الجانب هناك من يقول أن الإمارات والسعودية من ناحية، وقطر وتركيا من ناحية أخرى، حتى نعم المحاور نعم الإقليمية نعم تنعكس نعم معاركها في ليبيا مثل ما انعكست في سوريا، هذا صحيح؟ ولهذا السبب نحن نريد أن كل دولة وكل شعب يعنى بشؤون شعبه ودولته. احنا الآن أمام مسؤوليات أخلاقية وإنسانية ودولية. الآن ليبيا تحت البند السابع. نعم. ليبيا سنت إليها قرارات مجلس الأمن 1970، 73، 2016، 2009، 2042، 22 وحتى حوالي 7 قرارات. الآن ما على المجتمع الدولي إلا أن يتحول بهذه القرارات إلى شكل تنفيذي، ويتحول إلى عمليات جراحية لاستئصال الإرهاب والتطرف في ليبيا، أي كان هذا المتطرف، في مدينة، إسلاميين، قبيلة معينة، أي كان. نريد لهذه الدولة أن ترى النور، دولة مؤسسات، دولة قانون، دولة دستور. فالمجتمع الدولي أعتقد في الأسبوع القادم، أنا لم أتابع نتائج جلسة مجلس الأمن انعقدت اليوم، لماذا لا يقع إدماج الإسلاميين في العملية السياسية؟ أليس منطق استئصاليا هذا نفيهم هكذا؟ ودولة ما عندهاش تاريخ في العمل السياسي، ليبيا 40 سنة يحكمها القذافي، يجب أن لا نكون ظالمين أيضا. أنا المجتمع المدني والسياسي حديث التشكل في ليبيا، كل الطوائف والشرائح الليبية مستهدفة لحوار وطني شامل دون أقصى تهميش، حتى الإسلاميين. نعم. الذين مثلا على سبيل المثال لماذا لم تذكر مجموعة تسمى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا لم يذكر الناس البسطاء؟ هذه الهيئة السلفية موجودة في ليبيا وتنشط في نعم ليبيا. نعم، مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقودها الأستاذ الفاضل الشيخ عادل الشامي. لماذا لم يذكر الليبيين الجماعة السلفية المعتدلة، أهل السنة والجماعة؟ هذه الجماعات موجودة في ليبيا وتعمل على طاعة الله وعبادة الله دون تدخل في العمل السياسي. حتى ولو تدخلت في العمل السياسي، لأن الدين من شأنه، لكن المفارقة أنه في ليبيا حتى مفتي الديار الليبية له يدلي بمواقف سياسية، وعارض جلسة التسليم في طبرق، ويعتبر محسوبا على الإخوان لحد ما، أليس كذلك؟ وهذا للأسف مربط الفرس أخي مكي. نحن لا نريد أن نسلم الدولة بطريقة ما، أو نريد الدولة تكون أخوانتها بطريقة ما. نريد أن هذه الدولة تكون دولة مفتوحة على المجتمع الدولي، دولة معتدلة وفق منهج الإمام مالك في الإسلام. ونحن نريد أن نعيش بسطاء، ونريد أن نحتوي كل الليبيين، ونعيش الليبيين في رفاهية اقتصادية، لأن ليبيا تعوم على بحيرات. نعم. من النفط، لكن في الواقع الآن ليبيا تعوم على بحر من السلاح. صحيح. أيضا ليس من النفط. صحيح. فقط يجب أن نقول ذلك. إذن أحداث عنده تعقيب، لابد أن نحدد من المسؤول على هذه الأنهار من الدماء. نعم، أنهار من الدماء، أنهار من النفط، أنهار من السلاح، إلى أين تمضي ليبيا؟ ماذا عن إمكانية الحوار الوطني؟ وأنهار من الكلام، ليس من بينهم كلامنا هذا طبعا. تفضل. هناك شيء مهم، يعني من عاصر بداية الثورة كان من الواضح جدا أن الليبيين الذين قاموا بالثورة عارضوا بشدة وجود تدخل عسكري، بمعنى وجود قوات
على الأرض. نعم. وافقوا فقط على ضرب قصف الطيار جوي. نعم. قصف جوي لقوات القذافي ليس أكثر. نعم. فهذا يستصحب حتى وقتنا الحالي الليبيون يرفضون التدخل العسكري المادي. هذا لكن هم يستدعونه بشكل غير مباشر. وجود هذه الأحداث. نعم. وانزلاق البلد إلى بهذه الطريقة وهذا العناد والاستيفاء والتحشيد. نعم. كثير من سوف يكون معركة مبرر. مطار معتيقة ليس عليه حجر ويمنى رئيس الحكومة. مطار طرابلس حوله معارك شرسة. يعني طيارات. نعم. طائرات دمرت ومليارات. لجوء الليبيين إلى حل مشاكلهم بالسلاح لا محالة سيدعو إلى تدخل المادي العسكري مباشر. هذا يعني إذا ما لم يرتقي إلى هذا المستوى بحيث كل طرف يعني يحاول بحث المصلحة الوطنية لا المصلحة الشخصية ولا المصلحة الحزبية ولا المصلحة المناطقية وأن يكون حوار. عمليا كيف السبيل إلى ذلك؟ مؤتمر حوار وطني داخل ليبيا. للأسف أن مؤتمر الحوار الذي بدأ في تونس. نعم مثلا. يعني للأسف أن طرف من الأطراف انسحب منه ورفضه. يعني معروف ليس سرا. لكن حزب التحالف يعني هو الذي يعني لم يكمل هذا المشوار. ليس هذا يعني هو الحوار الوحيد. يجب علينا ان اي تحالف ننشئ. لو وضحنا اكثر الجناح الليبرالي او الجناح. نعم. حوار داخل كان المفترض اذا فشل هذا الحوار ان ينشا حوار اخر ويفضل ان يكون في ليبيا بدل من حتى في الدوحه في تركيا. لما لا يعني تركيا او قطر او غيرها يعني عليها علامات استفهام كثيره. لكن تونس ربما تكون اقرب جغرافيا. نعم. واقرب لنجاح الحوار كما كان. المهم ينجح. لكن المهم ان نحاول ان يحرص الجميع على ان يخرج هذا الحوار بمخرجات واضحه وان تكون قابله للتنفيذ يلتزم الجميع بتنفيذه وقادره على فرض ولكن سحب السلاح مثلا. الذي نلاحظه كثيرا الذي ينتصر في المعركه العسكريه يريد ان يبني شروطه باقصاء الاخر والذي ينتصر كذلك في المعركه السياسيه نفس الشيء يريد ان يبني شروطه بالقوانين لكن التصعيد لكن التصعيد هناك من يقول انه ازداد نسقه حينما انهزم الاخوان او الاسلاميون في الانتخابات الاخيره. ندقق مدى صدقيه مثل هذا القول مع السيد اسماعيل مره اخرى من ليدز. ما رايك في وجهه هذا الراي الذي يقول أنه بعد سقوط الإخوان في الانتخابات الأخيرة اقتربوا أكثر من أنصار الشريعة وأرادوا أن يحسموا الأمر بقوة السلاح من خلال معركة المطار وغيرها؟ هو في الحقيقة تناقل وسائل الأخبار هذه المعلومات لكن الوضع غريب جدا. مش صحيحة؟ لا هو أصلا أخوان المسلمين عندما دخلوا العملية السياسية كونوا حزب العدالة والبناء. نعم. هناك شخصيات غير أخوان المسلمين في داخل هذا الحزب. نعم. وهذا الحزب يعتبر الآن حزب قوي جدا في ليبيا حتى في بعض. لكن لم يفز بأغلبية لنقلها في المؤتمر في الحقيقة البرلمان الأخير. الذين دخلوا الانتخابات وقبلها أيضا ويقال حتى تم شراء أصوات في الانتخابات السابقة وصاروا أغلبية بشكل ما. هذا ما يقوله البعض. ما رأيك؟ يا أخي الكريم إحنا لم نصل إلى درجة أن هناك أحزاب لها إيديولوجية سياسية أو لها استراتيجية معينة سواء كانت إسلامية أو تميل الليبرالية في المشهد الليبي. المشهد الليبي قاعد في مازال مخاض. هو على الطريق. نعم. لكن صدقني أن هذا الحزب تحصل عدد. بالعكس إحنا شاهدنا مجموعة أشخاص كانوا ينتموا الأحزاب عندما وصلوا لمجلس النواب تخلوا على الحزب متاحف. وهذا هذه السياحة الحزبية يسميها البعض موجودة يتنقلون بعد ظهور النتائج. نعم. مشروع الحوار الوطني سيد إسماعيل هل أنت من مناصريه وأين تراه أفضل برعاية دولية في تونس في مصر داخل ليبيا في دول أخرى معنية بالشأن الليبي؟ هو في البداية لابد أن نركز المجتمع الدولي الآن منشغل في أحداث ما يحدث الآن الأزمة بين ما تحدث بين روسيا وأمريكا وما يحدث في غزة وما يحدث. لكن أيضا النفط الليبي يعني صدقني. لكن صدقني الشتاء قادم وسينتبهون إلى ليبيا مرة أخرى. لكن أنا نقول لك في نقطة الحوار هناك الآن لجنة 60 هي المناط بها صياغة الدستور لإعداد وصياغة الدستور. تستطيع هذه اللجنة الآن قبول أي مقترح سواء كان عسكري أو سياسي. أوكي القرارات ليس هناك من إشكال لكن تنفيذها وإقرارها فيما بعد سحب السلاح مثلا أو جمع السلاح وهو المعضلة الكبرى. إذا كان الأمر بقرار دولي ورعاية دولية قد يصار إلى تنفيذ حتى بالقوة إن لزم الأمر. أنا لا أتفق أن الدول الأوروبية ولا الدول المجتمع الدولي يفكر في دخول في ليبيا في شأن السياسي حتى أو من خلال الأمم المتحدة مثلا. ما حتى رأيك؟ من خلال الأمم المتحدة تعرف الإطار في ليبيا. ليبيا 5 مليون وليبيا ما تزال تحت البند السابع كما أتفق تعرف. أتفق معك ليبيا 5 مليون وهناك نسيج اجتماعي قوي في ليبيا.
ليبيا. في ليبيا ليست حرب بين مدينة أو مدينة أو قبيلة أو غير قبيلة أخرى، بالعكس النسيج الاجتماعي في ليبيا قوي جدا. الإشكالية في ليبيا أخي الكريم عدم وجود دستور، وهو الميثاق الذي يعني هكذا بقدرة قادر غدوة يصير عند الليبيين دستور كأنه سحر ساحر. نعم. تنقلب الأمور إلى جنة الله في أرضك. ننتقل إلى مرحلة أخرى، هذه مرحلة انتقالية. يعني طيلة 40 عام على القذافي كانت دساتير خارقة للعادة في ليبيا، وكان الأمر ليس ورقة تكتب ويتم الاتفاق عليها وإقرار أي دستور. هناك مشاكل حقيقية، الليبيون لا يتحاورون إلا بالسلاح الآن. إذن من هنا صحيح. ضرورة الحوار الوطني ربما صحيح. أليس كذلك؟ صحيح. هو الحوار عندما يأتي أنا نتفق على لغة الحوار ولا نتعارض الحوار، لكن الحوار يختلف. ناتي فضل يا تونس، هناك حزب إسلامي وهناك حزب علماني. نعم. عندما يتم الحوار بين هذه الحزبين يتم التواصل. الحوار الوطني التونسي نعم أنتج ربما نتيجة ما جنبت البلاد المواجهة، لأن هناك حزبين سياسيين موجودان على المشهد السياسي في ليبيا. للأسف لا توجد لحد الآن هذه الأحزاب السياسية التي تحمل فكر إيديولوجي أو فكر هي ربما قيد التشكل على الطريق. بالتأكيد بإيجاز حتى أعطي الكلمة دكتور عبد الله. نعم. حتى لو لم توجد أحزاب بهذا المعنى، هو طبعا تجربة حزبية يعني ضعيفة جدا في ليبيا، لا توجد يعني نعم. لا في القديم ولا في الحديث، تجربة ضحلة جدا لا تؤهل. وإذا رأينا معاطاتهم في العمل كيف أنتجت هذا المشهد، بل شاركت في يعني طيب ما البديل؟ نلغي الأحزاب ونرجع لأيام القذافي يعني؟ هي الأهم من ذلك أن هذه القوة سميها ما شئت وتتطور وتتحسن مع الوقت، سميها ما شئت، أحزاب قوة فعاليات. إذا المهم أن هؤلاء الذين الفرقاء الليبيين أفضل هذا الاستخدام يجب أن يلتقوا ويتحاوروا. لكن تحت قبة من وأين وعن ماذا يتحاورون؟ دعني أسأل دكتور عبد الله، رأيك أنت فيما يروج له البعض وينادي به من ضرورة وعاجلية حوار وطني تحت قبة دولية لنقل وليس في الداخل الليبي فحسب، وتوضع الناس والأحزاب والمؤسسات أمام مسؤولياتها؟ هناك وطن سيغرق، هو دعني وقد يغرق جيرانه أيضا. أنت أخذت أخي الفاضل نصيب الأسد، وهذه تحسب ليك من حكمتك وذكائك الإعلامي. لكن دعونا نذهب إلى، إذا اختلفنا في شيء فنرده إلى الأصول. نعم. ما حصل في ليبيا في 2011، سميها انتفاضة سميها ثورة سميها ما شئت، هو عبارة عن اتفاق كل القوى المعارضة وبقيادة المجتمع الدولي على اللي طاح بمعمر قذافي كنظام حكم. نعم. وللأسف أفشلوا ودمروا ما هو موجود من مؤسسات الدولة سواء العسكرية ولا غيرها، ولا البناء ولا البنية التحتية التي كانت في حصيلة 120 مليار دينار في خطة 2020 اللي هي أشرف عليها السيد مايكل بيتر في الناشونال إيكونوميك ستراتيجي، وتقدروا تدرسوه هذا. لكن اليوم الأحزاب السياسية هي غير مدسترة، حتى الدستور 51 والدستور المعدل 63. نحن نستشرف أفق الحل دكتور. نعم. لن نعود إلى الماضي والأحزاب. نعم نعم. موضوع الحوار الوطني لأن الوقت يضغطنا أيضا. كويس. الحوار الوطني نحن دعينا له، وكان فيه مبادرة من بريطانيا ومبادرة في ليبيا ومبادرتين في ليبيا ومبادرة من تونس ومبادرة من السيد طارق متري ومعين في الأمم المتحدة. ووضعنا نعم. أسس ومبادئ عامة الحوار، وهي أن إذا كانوا كل الليبيين بيقولوا والله هؤلاء نعوضوهم جميع المتضررين. نعم. نعتبرهم هم فقدناهم في حروب ويتم تعويضهم. جبر الضرر، العفو عن الأكبر قدر من المعتقلين إلا الذين ثبت عليهم جرم جرائم اللي هو مثلا قتل الإنسان بغير حق وسرق مال الليبيين وهتك عرض الليبيين من كل الأطراف، من الذين محسوبين على النظام السابق أو من الذين حسبوا عليه فبراير. ثم ندعو كافة الليبيين اللي في الخارج أن يرجعوا لليبيا والجميع يساهم في ليبيا دون وجود قوانين إقصائية وتهميشية. مثل هذا الحوار في اعتقادي أنه سيكون لبنة ونواة. طب جميل كل ما عرضت من هذه البنود دكتور عبد الله، لكن قد يتساءل البعض عن هذه المخرجات جيدة على الورق، كيف السبيل إلى تفعيلها لنفترض جدلا أنه تم إقرارها؟ صحيح، بارك الله فيك. إذا صدقت النوايا وخلصت واستحسننا أو أحسننا استخدام واقتناء الأدوات والطرق والوسائل سواء كانت إقليمية ولا حتى دول جوار ولا بعض الدول النوعية في المجتمع الدولي تتمتع بقوة معينة في وضع برامج على حيز التنفيذ، في اعتقادي أن هناك جدوى كبيرة من وجود حوار وطني شامل
لكل وطني لكل ليبيين. أما إذا كان الحوار فبراير فبراير أو الحوار بين قطب فبرارية مختلفة على صراع النقود والنفود على مصدع على كرسي أطياف إسلامية تقصد؟ حتى ولو غير إسلامية، حتى جهوية ومناطقية، هناك منطقتين وثلاثة في ليبيا بارزة والآن كرهت من كل الليبيين. لماذا؟ وزنتان. لأن هذه التصرفات رغم أن ما شاهدناه في المحك في طرابلس الزنتان لم تعتدي على مدينة مصراتة، بل تم الاتفاق على خروج كل الظواهر المسلحة من طرابلس. نعم. ولكن نكس العهد نكست قوة معينة، وهذه القوة تعرف نفسها كويس لماذا نكست هذا العقد هذا العهد. لأن الإسلاميين في ليبيا أو المتأسلمين، نحن كلنا مسلمين، الذين يريدون أن يجعلوا ليبيا في قبضتهم بعدما كانت يظنونها ويقولون أنها كانت في قبضة القذافي، ونحن كنا في قبضة القذافي وليبيا كانت في أمن وأمان. الآن فقدنا الأمن والأمان، فقدنا حتى الخبز والماء، فقدنا حتى الزيت. الآن هؤلاء الذين يريدون أن يتطلعوا إلى تطلعات سلطوية فشلوا في إدارة ملف الأمني، فشلوا في إدارة ملف الإنساني. خلينا نأخذ الرأي المقابل أيضا دكتور، واضحة نقطك سيد إسماعيل. سارة دكتور عبدالله كل هذه النقاط، اليوم ليبيا ربما في وضع سيء اجتماعيا واقتصاديا، ما زلت متفائلا ترى سبل الحل ممكنة في المدى القريب والمنظور؟ هو في الحقيقة هناك نقطة مهمة، مجلس النواب هذا سواء كان مجلس المؤتمر الوطني، هذه يشكل من كل ربوع ليبيا، ليس في إقصاء لأحد. لجنة الستين ليس في إقصاء لأحد، كل الليبيين شاركوا في هذه الأجسام الدستورية، الأجسام التشريعية في ليبيا. أنا أبقى التفاؤل عندي هو في لجنة الستين أو لجنة صياغة الدستور. في حالة الإسراع أسرعت هذه اللجنة في إنجاز هذا الدستور، وبالذات في هذا التوقيت معين. أنا أؤمن وأكون مؤمن جدا بأن ليبيا انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من تحدي إلى تحدي آخر، لأن البناء أكيد هناك شكرا. سلبيات وإيجابيات في هذه المرحلة. أختم معك يا دكتور، أحدث قراءتك للأفق الليبي القريب بأي لون تراه أنت؟ الحقيقة مفترق طريق كما بدأت بحديثي، إما أن يقدم التنازلات للجميع، هذه اللغة لغة أن يجب أن يكون كذا، والدخول للحوار بشروط مسبقة هذا يعني يقضي على الحوار من بدايته. لغة الحوار يجب أن تكون لغة بالفعل، لغة رسائل مطمئنة. هل العقلية السياسية الليبية والفكر السياسي في ليبيا الحديث بلغ درجة القناعة والاقتناع بالحوار بصدق؟ الآن يعني المواطن العادي يبحث عن الأمن، وإذا لم يجتمع الجميع على توفير الأمن وتوفير مخرج صحيح له، قلت لك منذ البداية أن ربما سيرحبون حتى بمجرمي نظام القذافي للخروج من هذه الأزمة، لأن رأينا مثلا الترحيب بمغامرة حفتر. لماذا؟ بحث عن الأمن. مضطر لمقاطعتك، هذا ما سمح به وقت البرنامج. في ختام الحلقة نشكر ضيوفي دكتور محمد علي حداش الأكاديمي الليبي ضيفنا هنا في الاستوديو من مانشستر، دكتور عبد الله بيعتامنا الباحث والأكاديمي، وأيضا المحلل السياسي سيد إسماعيل من ليدز. نشكركم جميعا أيضا على المشاهدة وإلى اللقاء.